حضرتك العنوان الرئيسي اللي حضرتك بتقوله لي دلوقتي ان الاخوان سيصوتون حامدين صباحي بشكل قاطع ونهائي. بتاعي وتحليلي للاحداث ولطريقه التفكير اتوقع ان هو لان مثلا حضرتك مثلا يعني لو تخيلت مثلا ان انتهت النتيجه بفوز الاستاذ حامدين تسويق بقى الموضوع ده هيبقى ان ده الشعب المصري خرج ليعلن رفضه للانقلاب العسكري ورفضه ل 30/7 ل 3/7 ورفضه ل 30/6 ومش عارف ايه والكلام دوت يعني. وساعتها ربما يكون السيد حمدين صباحي سهل التعامل معاه اكثر من طبعا المشير عبد الفتاح السيسي، لان اصل في حاجه غريبه في المساله دي، سواء المشير عبد الفتاح السيسي او السيد حمدين صباحي هم منطلقون من نفس الموقف الوطني من 30 يونيو ومن جماعه الاخوان المسلمين. هو اعلنوا الاثنين، لكن انا بتكلم على النتيجه النهائيه. يعني النهارده اكيد كل مواطن في مصر، كل مواطن في مصر له رغبه وله امنيه. اكيد اي يعني يعني الاخوان لا يمكن يعني هيكون عنده امنيه ان المشير السيسي يبقى رئيس الجمهوريه، استحاله يعني.